بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله ووالديه وأجداده وأنصاره وأصحابه أجمعين. اللهم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة سيدنا محمد، اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأجمعين وأجداده وسلم، صلاة تمحو الأنكاد وتدخل الإسعاد على قلوب العباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وولديه وأجداده وسلم، صلاة تمحو الأنكاد وتجلب الإسعاد بسر من أسرار حبيبي رب العباد مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وولديه وأجداده وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تمحو الأنكاد وتجلب الأسعاد به صلى الله عليه وعلى آله والدين وأجداده وسلم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا جدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا، أنت وسيلتنا، أدركنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جدي يا رسول الله، ضاقت حيلتنا، أنت وسيلتنا، أدركنا يا حبيب الله. ما لنا سواك يا سيدي يا رسول الله، انظر إلينا بعين العطف والرضا، انظر إلينا بعين العطف والرضا، جئناك مستغفرين يا حبيب الله، فاستغفر لنا. وهل يملك المغفرة والعفو من الحق إلا أنت يا حبيب الله، يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ووالديه وأجداده وسلم تسليما كثيرا. جمعتكم بالحب مباركة، أحبتي في الله في كل مكان، من هذه الساعة هذه اللحظة لا تنسوني من دعائكم. يا رسول الله يبلغونك جميعهم السلام، يا حبيب الله نحبكم أبو تاج الهاشمي الراجي منكم دعوة في ظهر الغيب. لعل الحبيب يعفو عما مضى، لعل الحبيب يعفو عما مضى.